قفلا قليلا مع اخبار الطقس وزميله مروه فهمي، اليك مروه. صباح الخير محمد. صباح النور. تحيه طيبه مشاهدينا واهلا بكم في اخر التحديثات المناخيه التي نبداها من السعوديه، حيث حذرت المديريه العامه للدفاع المدني بمنطقه تبوك المواطنين والمقيمين من المجازفه بارواحهم بقطع الاوديه والطرق الواقعه في مصارف السيول، وذلك لما تشهده المنطقه من حاله جويه غير مستقره تؤثر على مدينه تبوك والشريط الساحلي بالمنطقه ابتداء من أمس وحتى غد الاثنين. وتوقعت رئاسة العمل الأرصادي وحماية البيئة أيضا أن تتشكل سحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب أخرى رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تشمل تبوك تيماء الوجه ضباء وأملج. ومن المتوقع أيضا أن تتأثر بعض مناطق المملكة بحالة من عدم الاستقرار ومنها منطقة حائل أيضا تبدأ برياح جنوبية نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية. الخبر مشاهدينا كان من صحيفة عقاد، نكمل مع التوقعات المناخية ولكن هذه المرة من العراق، حيث توقعت الأرصاد الجوية هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية وترابية خلال اليومين المقبلين، مشيرة إلى أن درجة الحرارة ستنخفض قليلا، حيث أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي ناتج عن اندماج منخفض جوي قادم من البحر الأحمر والثاني قادم من البحر المتوسط، ليكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما مصحوبا بتساقط لزخات من المطر تكون رعدية أحيانا، وفي المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون الطقس غائما مصحوبا بزخات من المطر تكون رعدية أحيانا، كما يتصاعد الغبار في أماكن متعددة منهما، وهناك فرصة لعواصف ترابية في بعض أقسام المنطقة الجنوبية. الآن إلى درجة الحرارة المتوقعة هذا النهار، مستويات عشرينية في شبه الجزيرة العربية بداية من مسقط، وكذلك الحال في أبو ظبي الدوحة 27 درجة مئوية مع غيوم جزئية. ترتفع درجات الحرارة في الرياض وتصل إلى 31 درجة مئوية، كذلك الحال في مكة المكرمة ترتفع عنها ببعض الدرجات المئوية تصل إلى 35 درجة مئوية مع غيوم جزئية. مشاهدينا وصلنا الختام، شكرا للمتابعة والمزيد في النشرات المقبلة، إلى اللقاء.